الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنصاف خلق يتشبث به الكبار من أصحاب الهمم من الرجال. الإنصاف خلق تحتاجه البشرية في إطلاق أحكامها، لأنه ليس من المعقول أن يأتي الإنسان لتقييم رجل من رجالات أمته أو امرأة أو تقييم فعل بدون أن يتخلق بخلق الإنصاف، فينظر في المعايب فقط، وينظر إلى أماكن السوء فقط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده مقولة ماتعة جدا، كان يقول: ومن الظلم لأخيك أن تذكر أسوأ ما فيه. منهج القرآن حين تتتبع الآيات تجد بأنه لم يحد أبدا على الإنصاف، بل الأكثر من ذلك أنه يقر الكافر إذا نطق بالحق. قال تعالى: على لسان ملكة سبأ التي لم تكن أسلمت مع سليمان وهي تستشير الملأ من عسكرها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال تعالى: وكذلك يفعلون. تصديق لها. بنو إسرائيل رغم ما فعلوه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. رغم كل ما عرض له القرآن على بني إسرائيل وعلى قوم موسى تحديدا، إلا أن القرآن الكريم حين تكلم في آيات البقرة: وإذ قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قال: وسنزيد المحسنين. ما معنى وسنزيد المحسنين؟ هو وجود الإحسان ابتداء، هو وجود المحسن. قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فذكر أولئك. إذن من العيب أن تحكم بين الناس بغير إنصاف، وأن تأتي إلى إنسان قام من القامات لمجرد زيغ أو خطأ أو نحو ذلك، فإذا بك تهدم هرما من أهرامات أمتك، وخاصة إذا تعلق الأمر بعالم من العلماء، بقطب من الأقطاب التي صنعت ولا تزال تصنع ضمير هذه الأمة، الذي يدور بين الشباب من تجريح لقامات العلم، إنما هو مسلك شيطاني خطير. ما أسهل أن نهدم بعضنا أيها الإخوة. ولو أن ألف هادم، ولو أن ألف بان خلفهم هادم واحد لغلب الهادم الألف باني، لأن قضية البناء هي الصعبة. أما قضية الهدم وأن تتجنب الإنصاف وأن ترمي الناس، فهذا دأب الإنسان الذي يملك حقدا في قلبه ولا يريد أن يحكم بالعدل. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين حكم بين الناس حكم بالإنصاف: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذه الآية تتكلم على أهل الكتاب إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى وإن كان ثمة شنآن فإياك ألا تعدل. أيها الإخوة الأفاضل، وأنا أحدثكم على خلق الإنصاف وقفت مع آيات كثيرة في القرآن الكريم، لو تأملها الأخ المسلم لعلم بأن هذه الشريعة هي شريعة أحكم الحاكمين وهو العدل سبحانه. يقول الله سبحانه في شأن من أذنب: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
وقوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هنا قضية الاصطفاء والاجتباء. هؤلاء قال سبحانه وتعالى في شأنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأنا أتكلم على هذه القضية تذكرت يوما من مدة ليست بالبعيدة كنت على متن السيارة أستمع لفضيلة الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، وهو يجود بصوته الماتع سورة الأحزاب، وإذ بي أسمعه يقرأ قوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدقوني أيها الإخوة، والله لقد أعدت الاستماع إلى الآية مرات وكأنني لم أسمعها في حياتي. انتبهوا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ثم بعد ذلك يحكم عليهم بالنفاق فيقول ويعذب المنافقين، لكن انظروا يضعهم تحت المشيئة إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أين نحن من هذا الإنصاف؟ أين نحن من هذا الفهم؟ إننا نأتي إلى إنسان خدم فنهدمه لمجرد خطأ، نأتي إلى أي إنسان في العلم في الفلسفة في الرياضيات في الرياضة في أي ميدان نحن نتنافس من أجل أن نهدم بعضنا البعض. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمامه عبد الله بن عمر وهو من العبادلة الأربع، كان حافظا للحديث وراويا للحديث ومكثر لرواية الحديث، ماذا قال؟ قال نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. إنصاف. فسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المقولة فما ترك قيام الليل حتى مات. ما معنى هذا؟ أنه لم يعيبه وإنما عدله. الإنصاف. نحن نجري خلف هدم بعضنا البعض، الأمة التي تهدم بعضها البعض لمجرد السهو أو الخطأ أو عيب موجود. الكمال لله عز وجل، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. من طلب الكمال فليصاحب الملائكة، من طلب الكمال فليصاحب الملائكة. وحتى لو صاحبت الملائكة لتكلم فيك الناس، لو صحب الإنسان جبريل والله لا قيل فيه ما قيل. إذن الإنصاف، الحكم بالعدل، أن تذكر وتثمن الحسنة وتترك السيئة جانبا، هذا الحكم هو الذي يجعلك بهذه النظرة تتحمل أخطاء زوجتك وتتحملك تتحمل أخطاء الأسرة الضيقة، الأسرة الممتدة، الجيران، المجتمع، لنعيش في هذه السفينة ليتحمل بعضنا بعضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إن من الأمور التي تجعل الإنسان يتخلق بخلق الإنصاف أيها الأكارم هو التزامه بمراجعات عيوب نفسه. المراجعات مطلوبة على مستوى الأحد، لابد من المراجعات، لابد من جلسات الخلوة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. مراجعات على مستوى الجماعات، على مستوى الأسر، على مستوى الدول، على مستوى السياسيين، على مستوى كل الأصعدة، لا بد أن تكون لنا مراجعات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وأعدوا أنفسكم ليوم العرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. الالتفات إلى عيب النفس خلق السلف. كان الرجل كما يذكر صاحب عيون الأخبار ابن قتيبة رحمه الله، كان السلف إذا جاءهم الرجل
يذكر لهم عيوب فلان وفلان، قالوا له: لقد استدللت على كثرة عيوبك على قدر ما أكثرت من ذكر عيوب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. وكان الحسن بن علي أيضا فيما نقل ابن قتيبة في عيون الأخبار، كان عليه السلام ورضي الله عنه يقول لمن يريد أن يتكلم في عيوب الناس: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب غيره إلا عن غفلة غفل عن نفسه. وحين نودي الشيخ السري السقطي البغدادي لولوج مجالس إحصاء عيوب الناس، صاح فيهم صيحة الحق وقال: ألا إن في النفس لشغلا عن الناس. إن الذي يلتزم البحث والتنقيب على عيوبه هو أجدر بأن يكون منصفا في أحكامه، لأنه كما قال القرآن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بمعنى أنه ما من عيب يسمعه على الآخرين إلا ويضع نفسه مكان من تحدث فيه أو تكلم فيه، فيزن الأمور بإنصاف ويجد الأعذار. التمس لأخيك الأعذار فإن لم يقبل منها قلبك عذرا فعد لقلبك وقل: يا قلب ما أقساك. هكذا قال حجة الإسلام في الإحياء أبو حامد الغزالي رحمه الله. إذن لابد أن تكون لديك محاسبة لنفسك، مراجعة مع نفسك قبل أن تحكم على الناس، لأنك من خلال ذلك ستنطلق ببشريتك، وتنطلق بالنظرة التي لا ترمي من خلالها أن تبحث على الملائكة في عالم الأرض. لم يطلب منا أن نكون ملائكة، ولن يسمح لنا أن نكون شياطين يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. الإنسان يعيش آدميته، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال تعالى: لا تسمعوا فيها لاغية، هذه ليست الجزائر، ليست الأرض، لا تسمعوا فيها لاغية، فيها جنة عالية، هذه الجنة التي لا لغو فيها ولا نسمع فيها لا كلاما فاحشا، إنما فيها التسبيح وفيها ذكر الله وفيها السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أما نحن في الدنيا أيها الإخوة، علينا أن نرحم بعضنا البعض. إن الأمم التي تطورت تذكر أمجاد من سلف، تذكر أمجاد من مضى. القرآن علمنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الاعتدال والوسطية في كل شيء هو مطلب العقلاء. إن الإنسان إذا بحث فقط على السلبيات فلن يعثر على الإيجابيات، لأنه ينظر من مرآة صغيرة عاكسة. انظر من المرآة والشاشة الكبيرة للناس لتنظر في طيبهم وتنظر في طيبة خلقهم والأشياء الإيجابية التي فطرها الله في كل مخلوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى فهم هذه المعاني ردا جميلا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.